بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم هو إثبات مبرهنة روح أو القيمة المتوسطة بالنسبة للدالة الشطرية والدالة المزدوجة. بالكتاب نعطيني مثال واحد فقط على دالة شطرية تكون الدالة غير مستمرة ولا يمكن تحقق روح والقيمة المتوسطة. لكن للإحتياط راح نجي ناخذ دالة تتحقق فيها كل الشروط، وبعدين في نهاية الحالة راح اجي اقول لك سؤال الكتاب شنو اخاف يجيك نصب. ليش نوع من الدوال تسمى دالة شطرية او دالة مزدوجة؟ من اخذنا الدوال كثيرة الحدود، قلنا الدالة كثيرة الحدود هي مستمرة دوما وهي قابلة للاشتقاق دوما، لذلك من ابحث الشروط اقول اولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة لانها كثيرة الحدود، وثانيا الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها كثيرة الحدود. الدوال الشطرية الملاحظة تقول قد تكون مستمرة وقد تكون غير مستمرة. إذا هي غير مستمرة فراح أقول لا يمكن تحقق، انتهى السؤال. وإذا هي مستمرة وأنا أروح إلى قابلية الاشتقاق، لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها إلا بعد الاشتقاق. يعني لازم أبحث الاستمرارية بالتفصيل، ولازم أبحث قابلية الاشتقاق بالتفصيل. من اقول لك هاي داله شطريه، ليش سميتها داله شطريه؟ فيها عدد هذا الواحد يسمى بالحد الفاصل. شو نسميه الواحد؟ بالحد الفاصل، مو بالضروره يكون واحد، يجوز يكون صفر، يجوز سالب واحد، يجوز اثنين، المهم العدد اللي يجيني هنا هو نفس اكس اصغر من ثلاثه، اكس اكبر من ثلاثه، تجيني المساواه اللي هي وحده من عندهم. لا تجيني داله ما فيها مساواه، ولا تجيني دالة بها مساواة مرتين، مساواة بها واحد منهم، ويجيني حد فاصل. ويا السؤال راح يقول لي فكرة بالسؤال، ابحث تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة لهذه الدالة حيث أن اكس تنتمي إلى سالب واحد ثلاثة. هذه الفكرة نعطيني إياها بالسؤال، بس أبغى عليها يكون السؤال مقسم إلى ثلاثة. الاحتمال الأول تكون جميع عناصر الفترة تقع ضمن أحد الجزئين. جميع عناصر الفترة تقع ضمن أحد الجزئين، يعني شنو؟ ما يقول لك اكس تنتمي إلى سالب واحد ثلاثة، يقول لي اكس تنتمي إلى مثلا 4 7. اكس تنتمي إلى 4 7. يقول لي اكس تنتمي إلى سالب 3 0. الملاحظة تقول إذا كانت جميع عناصر الفترة المعطاة تقع ضمن احد الجزئين فيتم التعامل مع ذلك الجزء فقط مع اهمال الجزء الاخر. اللي هو ما عندي بالكتاب مثال عليه، لكن ممكن جدا ان يجي بالوزاره. يعني يقول لي بالفتره 4 7، انا راح اسال اقول هذه الاعداد المحصوره بين الاربعه والسبعه هل هي كلها اكبر من واحد؟ لو كلها اصغر من واحد، بعضها اكبر وبعضها اصغر. اذا كلها اكبر من واحد، اذا راح اقول الاف اوف اكس تساوي 2x ناقص 3، هذا هو الاكبر. اف اوف اكس تساوي 2x ناقص 3، هذا اهم لا اعتبره موجود. هسه هنا هذه صارت الداله كثيره الحدود، اذا نقول اولا الداله مستمره لانها كثيره الحدود، قابله للاشتقاق كثيره الحدود، واكمل الشروط نفسها مثل ما اخذناها كثيرات الحدود. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للاربعه سبعه. بالنسبه للسالب 3 0، الاعداد المحصوره بين السالب 3 و0 هي كلها اصغر من واحد، اذا راح اقول الاف اوف اكس منه اكس تربيع ناقص 2، وهذا اهم لا يعتبر موجود. الداله مستمره لانها كثيره الحدود، قابله للاشتقاق لانها كثيره الحدود، وكمل الشروط على وصلها. لكن هنا اللي يهمني اذا كان الحد الفاصل يقع بين حدي التكامل. إذا كان الحد الفاصل يقع بين حدي التكامل، عفوا بين حدي الفترة، لأن هنا هذا راح يجيني أيضا بالتكامل. إذا كان الحد الفاصل يقع بين حدي الفترة، بين طرفي الفترة، فالملاحظة تقول يجب إثبات الاستمرارية بالتفصيل الممل. هذا التفصيل الممل شو أقصد به؟ يعني أريده بست خطوات. شنو جميل؟ راح أقول عندما إكس أكبر من واحد، وعندما اكس اصغر من واحد، وعندما اكس تساوي 1. ايش صار؟ صار ثلاثه. عندما اكس اكبر من واحد شنو اسم الداله؟ اسم الداله هو 2x ناقص 3، اذا هذه اقول عليها مستمره لانها كثيره الحدود. عندما اكس اصغر من واحد شنو اسم الداله؟
هي اكس تربيع ناقص 2 اقول عليها مستمره لانها كتبت حدود. وعندما اكس تساوي 1 هنا احتاج 4 خطوات. شنو لاني؟ اف للواحد تساوي وليمت اف اوف اكس عندما اكس تقترب من 1 باتجاه اليمين وليمت اف اوف اكس عندما اكس تقترب من 1 باتجاه اليسار يساوي. وبعد راح اقول اف للواحد يساوي ليمت اف اوف اكس عندما اكس تقترب من 1. صار عندي 6 خطوات. اذا عندما اكس اكبر من 1 وعندما اكس اصغر من 1 وعندما اكس يساوي 1. عندما اكس يساوي 1 اف للواحد وين اعوضها؟ هذه اف للواحد اعوضها بالداله المقابله لرمز المساواه. المساواه وين؟ هذه المساواه. اذا راح يصير عندي 1 ناقص 2 وتساوي سالب 1. اذا الداله مرة ليمت الاف اوف اكس عندما اكس تقترب من 1 باتجاه اليمين، من هو اليمين؟ اليمين اللي قابل الاكبر. اذا ايش راح يصير عندي هنا؟ 2 ناقص 3 وتساوي سالب 1. هذا ايش اعتبره؟ هذا اعتبره الالوان. ليمت اليسار الواحد وين عوض؟ بالداله التي تقابل اصغر. اذا هذا ايش راح يصير عندي؟ 1 ناقص 2 اللي هو سالب 1 اللي هو ال2. فاذا كانت ال1 تساوي ال2 فان الغايه موجوده. اقول الغايه موجوده، ايش جت قيمه الغايه؟ هو سالب 1 والداله جت قيمته هم سالب 1. اذا 2 تساوي سالب 1. هسه راح اقول الداله مستمره. اذا الشرط الاول تحقق. فالملاحظة تقول إن كانت الدالة مستمرة يجب إثبات الاستمرارية بالتفصيل المهم. لكن أكو فد هدية متواضعة تقول إذا كانت الدالة غير مستمرة، إذا كانت الدالة غير مستمرة فيكفي ذكر السبب الذي يجعلها غير مستمرة فقط. يعني سؤال الكتاب ايش ناقيني؟ أمو كان الاكس تربيع ناقص 2 ناقيني اكس تربيع زائد 1. ناقصني عدل. ومكان 2 اكس ناقص 3 ناقيني سالب 1. هم داله شطريه، اصبر لي. هنا ما قايل لي اكس اصغر او يساوي 1، ولا قايل لي اكس اكبر من 1. هنا يقول لي مثلا سالب 3 سالب 1. وهنا يقول لي سالب 1 4. سالب 3 سالب 1 وهنا سالب 1 4. هنا يقول لك اكس اكبر من 1 يعني معناها من الواحد الى اللانهايه. من اقول لك اكس اصغر من الواحد يعني سالب 1 الى سالب ما لا نهايه. واحد يمنى مره وواحد يسرى مره اخرى. هنا من هو العدد المكرر مرتين؟ سالب 1. اذا سالب 1 هو يمثل الحد الفاصل. هذا العدد اللي بصفه هو اكبر او اصغر؟ اصغر. اذا هذا يطبرك اكس اصغر او يساوي سالب 1. لكن وين مقيد؟ بمن؟ بالسالب 3. يعني انت هذا ايش تقرا لك؟ تقرا اكس اصغر او يساوي سالب 1. هذا ايش تقرا ببالك؟ تقرا اكس اكبر من السالب 1. شوف السالب 1 صفحه بهالصوره هذه. الصفحة الأخرى راح تكون بهالصورة هذه، فمن يكون القوس مغلق يعني بيساوي 4. وياي؟ من يكون القوس مفتوح يعني معناها ما بيها يساوي، لذلك هذه الفترة شو أقراها أني؟ أقراها إكس شنو؟ أصغر أو تساوي سالب 1. وهذه الفترة شو أقراها؟ إكس أكبر من سالب 1. من هو الحد الفاصل؟ سالب 1. أنت السؤال من تستلمه بالامتحان؟ قبل ما تكتب اي شيء تعال على الحد الفاصل، بس الحد الفاصل ببالك. عوضه فوق وعوضه جنب. اذا طلع ناتجين مختلفه فمعناها راح تذكر لي هذا الخطوتين فقط. راح تقول لي الداله الغايه غير موجوده، الداله غير مستمره، اذا لا يمكن تحقق لا رو ولا. هذا سؤال الكتاب. هسه هنا نجح السالب 1، نعوض فوق سالب 1.
سالب واحد تربيع واحد، زائد واحد اثنين. ومن عوض وجد سالب واحد. إذا راح أقول الغاية من اليمين سالب واحد. هسه هاي الغاية من اليمين أقول سالب واحد. الغاية من اليسار شو أقول؟ اثنين. راح أقول بما أن الـ A1 لا تساوي الـ A2، إذا الغاية غير موجودة والدالة غير مستمرة ولا يمكن تحقق. إذا قال لي روك أقول له لا يمكن تحقق روك، وإذا قال قيمة متوسطة أقول لا يمكن تحقق القيمة المتوسطة. هذا سؤال الكتاب. لكن نرجع هسه على سؤالنا. هسه اكس تربيع زائد واحد وهي سالب واحد ماكو. هسه هنا الداله ايش طلعت؟ طلعت مستمره. لذلك المحاضره تقول انت اول ما تستلم السؤال تعال على حد الفاصل، عوضه فوق وعوضه جوا. اذا طلعوا مساويين سوي هاي الثلاثيه. اذا مساويين، واذا ما مساويين بس تذكر لي L1 وL2. واضح؟ هسه هنا مساويين، اذا الداله شنو؟ الدالة مستمرة. الملاحظة شو تقول؟ لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها إلا بعد الاشتقاق. يعني شو راح أسوي هسه؟ راح أجي أشتق الدالة، راح أقول الفتحة للإكس تساوي. هذه شنو مشتقتها؟ مشتقتها فقط 2X. وهذه شنو مشتقتها؟ مشتقتها 2. هنا راح أقول لكل إكس أصغر من 1 ولكل إكس أكبر من 1. راح تقول لي هذه المساواه وين راحت؟ راح اقول لك قابليه الاشتقاق تتعامل مع شنو؟ تتعامل مع الفتره المفتوحه. لذلك المساواه تلغي لك. من اشتق؟ اشتق هاي الدالتين، المساواه تلغيها، صارت اكس اصغر من 1 وصارت اكس اكبر من 1. متى تكون الداله قابله للاشتقاق؟ اذا كانت المشتقه من اليمين تساوي المشتقه من اليسار بالنسبه للحد الفاصل. من هو الحد الفاصل؟ هو الواحد. اذا ايش راح اقول هنا؟ الفتحه للواحد باتجاه اليمين تساوي، والفتحه للواحد باتجاه اليسار تساوي. اعوض اليمين هنا، الفتحه للواحد باتجاه اليمين هو 2، والفتحه للواحد باتجاه اليسار 2 في 1 هم 2. اذا الداله شنو؟ الداله قابله للاشتقاق. راح اقول اذا الداله قابله للاشتقاق. وزاريا ما اتصور استبعد على الاقل هالسنه، استبعد بان يجيب لك سؤال برول والقيمه المتوسطه تتحقق فيه كل الشروط، لكن اذا راد شويه يعقد الامور عليك، بما ان سؤال الكتاب الداله غير مستمره، راح يجيب لك داله مستمره. لكنها شنو؟ من تيجي تشتق مثلا هنا تطلع لك 2X وهنا تطلع لك 3. فهنا المشتقه من اليمين تصير 3. المشتقة من اليسار تصير 2. راح اقول بما ان المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، اذا لا يمكن الدالة غير قابلة للاشتقاق. لكن للاحتياط اذا طلعت قابلة للاشتقاق، لو على هذا السؤال قال لي ابحث تحقق مبرهنة روك. بس احنا سؤالنا يبحث منه القيمة المتوسطة. لو قال لي ابحث تحقق مبرهنة روك، راح اقول f للسالب 1 تساوي وf للثلاثة تساوي. لأن الفترة اللي أعطيني إياها بالسؤال هي منو؟ سالب 1 3. السالب 1 هل هي أكبر من الواحد أو أصغر من الواحد؟ أصغر من الواحد، إذا السالب 1 عبره. وياي؟ وf للثلاثة، الثلاثة هي شنو؟ أكبر من الواحد أعوضه. من أخذناها بكثيرات الحدود كان الصورتين تعوض بنفس الدالة. لان هي داله واحده، لكن هسه هنا عندي سالب واحد وعندي السالب واحد اعوضها بالفضاء مالتها، والثلاثه اعوضها فضائها. اذا من اعوض السالب واحد وين راح يكون؟ راح يكون بالداله الفوق. هذا راح يصير عندي 1 ناقص 2 وتساوي سالب واحد. من اعوض الثلاثه راح يصير 6 ناقص 3 ويساوي 3. لو هذا السؤال قلت لك ابحث تحقق مبرهنة روك، شو راح اقول لي هنا؟ راح اقول بما ان f للسالب 1 لا تساوي f للثلاثة، اذا لا يمكن تحقق مبرهنة روك. وانتهى السؤال. لكن انا ايش اقول لك بهذا السؤال؟ اقول لك ابحث تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة. القيمة المتوسطة احتاج مين مماس؟ وبعش احتاج؟ احتاج مين وتر؟ زين، انا اشتقيت الدالة بالنسبة إلى اكس. راح احولها بالنسبه الى من؟ سي. بالنسبه الى سي، اذا راح اقول الفتحه للسي تساوي 2 سي لكل سي اصغر من 1
واثنين لكل سي اكبر من واحد. هذا شيء يمثل، هذا يمثل ميل المناصب. ميل المناصب حق عن شنو؟ ميل الوتر. شنو قانون ميل الوتر؟ هو الاف للبي ناقص اف للاي على بي ناقص بي. وهذا قانون ميل الوتر. اف للثلاثه هي ايش قد اف للثلاثه؟ تساوي ثلاثه. اذا هذا والاثنين ناقص اف للسالب واحد طلع السالب واحد، اذا هذا صار زائد واحد على ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة على أربعة واحد. هذا شيء يمثل، هذا يمثل ميل الوتر. لكن هنا نصحك من نطبق مبرهنة القيمة المتوسطة، بمجرد أن تكون الدالة قابلة للاشتقاق تكتب هذه الكليشة اللي اتفقنا عليها، توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة أي بي، تحقق شنو؟ أف فتحة للسي تساوي أف أوف بي ناقص أف أوف أي على بي ناقص. هذا شيء يمثل، يمثل ميل الوتر. شو تقول القيمة المتوسطة؟ تقول يساوي ميل المماسك ميل الوتر. لكن هنا ميل المماسك عندي بي جزئين، المماسك عندي جزئين، من اجي اقول 2 سي تساوي 1 هذا مرة، ومن اقول 2 تساوي 1 مرة أخرى، هل يجوز أن تكون 2 تساوي 1؟ لا يجوز، إذا هذه يقول عليها تهمل، ما ممكن. 2 سي تساوي 1 يعني السي ايش قد؟ نص. إذا السي تساوي نصف يؤدي إلى السي تساوي نصف، زين هذا النصف موجودة لو مو موجودة؟ وإذا كانت موجودة وين هي موجودة؟ أنا ناقين الفترة الأساسية منه هي سالب 1 3، لكن هذه سالب 1 3 تقسم إلى قسمين. هذا من اجي ارسم خط الاعداد، هسه هذا السالب واحد وهذا الثلاثه، وعندي الحد الفاصل هو واحد. قسمتها الى قسمين، قسم اصغر من الواحد وقسم اكبر من الواحد. الاصغر من الواحد منين لوين؟ من هنا. والاكبر من الواحد راح يكون منا الى هنا. زين، هذه الاثنين سي منين جايه؟ من الاصغر من واحد، لذلك السي اللي هي نصف اقول تنتمي او لا تنتمي لمن؟ تنتمي الى الفتره المفتوحه سالب واحد واحد، ما اقول سالب واحد ثلاثه. لان هذه منين جتي؟ جتي من الجزء الاول. اذا اقول تنتمي الى الفتره المفتوحه سالب واحد واحد. لذلك هذا السؤال اذا اراد يجيك بالامتحان الوزاري كامل تحله بالصوره هذه، لكن اكد لك اعيد عليك، اي داله مزدوجه تجيك بالامتحان. الحد الفاصل قبل كل شيء، الحد الفاصل شو تسوي له؟ تعوضه فوق وتعوضه جوا، اذا ما مساويين فقط تذكر لي L1 و L2، تقول لي الغايه غير موجوده، الداله غير مستمره، لا يمكن تحقق، لكن احذرك هذا الحكي شو وقت اسوي؟ اذا كان الحد الفاصل يقع بين طرفي الفتره. اخاف يريد يخدعك بالامتحان يقول لك بالفتره مثلا 3 4، هذه الثلاثة سبعة هي شنو؟ بس واحد، كلها أكبر من واحد. إذا راح آخذ فقط هذه الدالة واعتبرها كثيرة حدود، وراح أطبق عليها كل شروط مبرهنة رول أو القيمة المتوسطة.